نخش بعد كده على مكونات المسقط، الرسومات التنفيذية نفسها بقى. يلا نرسم البلان. ده شكل اللوحة اللي حضرتك هتطلعها. فادي اللوحة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ادي اللوحة كاملة اهي، ادي اللوحة. عندنا البرواز والجدول والجداول. هنا في حاجات ناقصة، ايوه، المشروع مش محتاجها. فايه، زي ما اتفقنا قبل كده ان اللوحة مش لازم تكون بالظبط زي ما احنا بنقول، لكن انت بتقول حسب اللي مطلوب. يعني هتلاقي حاجة احنا ما اتكلمناش عليها قبل كده، اللي هي بيانات، هنا بيانات عن المشروع، اجمالي مسطح المشروع شكله عامل ازاي، مسطح الدور الارضي مقاسه قد ايه، النسبة البنائية قد ايه، عدد الادوار والارتفاع بتاع المبنى قد ايه. وتلاقي في بيانات هنا، في جزء هنا في الملاحظات، وادي البلان بتاعك باين عليه المكونات اللي هنتكلم عليها بالتفصيل في اللي جاي، وهنا الجداول بتاعت الفتحات والابواب والشبابيك، وهنا جداول التشطيبات. لازم تبقى هنا؟ لا، لانه احنا لما كنا بنتكلم في الاول كنا بنقول ان احنا في عندنا لوحه اسمها جداول فتحات الشبابيك، لكن هنا مش محتاج المشروع. فانت كمهندس معماري بتناور بالداتا اللي انت عايز تبعتها، لو تقدر تحط الداتا دي كلها في لوحه واحده حطها في لوحه واحده. لكن المشاريع الكبيره بقى، لما نخش في مشاريع الفنادق والمستشفيات والمنشات الكبيره، بتلاقي لا، انا ما اقدرش المكان ده ال 19 سم اللي احنا كنا بنتكلم قبل كده عليهم قبل كده ما يكفوش لهذا الكلام. طب المكونات ايه؟ طيب اول حاجه هنراجع مع بعض، ادي البرواز وجدول اللوحه، بص عليه، ركز كده، وقف الفيديو لو سمحت وبص. اخبار الرسم ايه؟ انت شايف العواميد فين؟ انت شايف الحيطان فين؟ شايف الحاجات المهمه واللي مش مهمه؟ انت شايف هذا الكلام ولا مش شايفه؟ شايف الامور واضحه قدامك ازاي؟ صحيح احنا بنتفرج دلوقتي على شاشه الكمبيوتر، لكن الكلام ده لما هيتطبع هيطلع شكله كده، انه واضح ان في حاجات مهمه بتاكد عليها، وفي حاجات اقل اهميه، وفي حاجات ثانويه جدا، وبالتالي ما تحطش معلومات لخبط الناس اللي بتشتغل. في عندنا شايف الحوائط والكيرفات اللي موجوده؟ شايف المحاور والعواميد واضحه ولا مش واضحه؟ شايف النسب بينها وبين بعض؟ انا يهمني النسب، ما تعملش الدايره بتاعت المنسوب وبتاعت المحور كبيره قوي او صغيره قوي. العمود باين ولا مش باين؟ حد يحتار فيه، حد يبقى صعب عليه انه يعرف ان ده عمود. الابعاد الداخليه موجوده في مكانها وبعيده عن الموضوع وفاضيه وفي القلب، هنتكلم عليها بالتفصيل، بس ادي الابعاد الداخليه بص عليها. في عندنا الابعاد الخارجيه، الابعاد الخارجيه واضحه، موجود مكانها وشايفها موجوده فين، ما هياش متلخبطه الدنيا. في عندنا المناسيب، في هتلاقي دوائر مناسيب قبل السلم وبعد السلم، هتلاقي قبل السلم واثناء السلم، هتلاقي عند النازله اللي من بره هتلاقي في دوائر مناسيب، هتلاقيها موجوده، لازم تكون موجوده. عند السلم هنا هتلاقي دايره منسوب قبليه وبعديه، في دوائر المناسيب موجود. اتجاه الشمال اهو موجود، اتجاه الشمال، وعلى فكره هو اسمه اتجاه الشمال مش سهم الشمال. سهم الشمال ده في ماده الديزاين، كويس، لكن احنا في ماده الوركينج اسمه اتجاه الشمال، لان انا عايز اعرف الاتجاه بتاع المحاور الرئيسيه وعلاقتها بالشمال. انا بنتكلم عليها بالتفصيل، بس خليها بالك ان هنا اسمه اتجاه الشمال. نخش بعد كده على اسماء الفراغات، الفراغ ده، الفراغ ده، الفراغ ده، كل فراغ من الفراغات اللي موجوده انت مش سايبه، لان انت في وقت من الاوقات هتبقى محتاج الاسم ده عشان تكتبه في التقرير بتاعك، او تبعت تعليمات للمقاول، او تبعت معلومه للمهندس زميلك اللي في المشروع. بعد كده في عندنا رموز الفتحات، عندنا كل باب جوه الرمز بتاعه معروف ان ده بيه واحد وده بيه اتنين وبيه ثلاثه. عندنا السلالم، السلالم موجوده انت دارسها وراسمها وحاسبها ومرسومه. عندنا بعد كده الفرش الثابت اللي هي الفرش بتاع الحمامات والمطابخ، الفرش الثابت موجود، لو انت بتعمل مسرح بنرسم الفرش الثابت، لو انت عامل نافوره في المشروع بتاعك فبتبين ده فرش ثابت موجود ثابت، اي حاجه ثابته. انا ما برسمش في الرسومات التنفيذيه اي رسومات متحركه. رمز القطاعات والوجهات، اماكن القطع، ادي رموز الوجهات ومكان القطاعات اللي انت واخدها في المشروع بتاعك. بعد كده رمز التشطيبات، هتلاقي في كل اوضه رمز التشطيبات بتاعتها، لان انت جايز تغير. تقول لي طب ما هو ده كله ده فراغ واحد، لا، ما انا جايز اغير، يعني جايز جدا اعمل اوضه السفره اللي موجوده هنا اعملها، او اوضه السفره اللي موجوده هنا، اوضه الطعام
عاملها خشب او رخام، لكن الباقي ده موكيت او سجاد او تغير. فبتبين للمهندس اللي بينفذ او اللي هيقرا اللوحه انت عامل التشطيبات عامله ازاي. بعد كده في عندنا جداول الفتحات اللي احنا اتكلمنا عليها، هي جداول الفتحات وبعدين جداول التشطيبات، عندنا عليها جداول التشطيبات تاني هي مره تانيه، احنا عندنا جداول التشطيبات مرتين ودي خطا مني معلش سامحوني. تمام، في عندنا بيانات وملاحظات بعد كده. تمام، يبقى دي المكونات بتاعت المساقط الافقيه التنفيذيه. نخش بقى على التفرقه دي، احنا بنستعرض المقاسات والابعاد في المساقط الافقي. معلش انا باكد على هذه النقطه علشان كتير مننا بيغلط فيها. انا ببعت مجموعه من المعلومات للناس اللي بتشتغل كويس، فالناس اللي بتشتغل دي من اول اللي بيحط الخرسانه، الاعمده، القواعد، الكاميرات، وبعد كده ببعت معلومات خاصه بالاعمال المباني، وبعدين ابعاد خاصه باعمال المساحه، وبعدين ابعاد خاصه باعمال التشطيبات. فلو سمحت كل واحد يبص على المشروع بتاعه ويتاكد ان كل المقاسات، انواع المقاسات دي موجوده. فاحنا عندنا عشان نحط الاعمده والكاميرات احنا محتاجين المحاور سواء كانت افقيه او راسيه. فبنسمي المحاور الافقيه بحروف والراسيه بارقام او العكس، ده حسب حجم المشروع واتجاهه. ده اول واحد المحاور. وبعدين الاجمالي بتاع طول المبنى اللي هو المقاس الاجمالي للمبنى. ليه؟ علشان الراجل بتاع المساحه يقدر يوقع مكان المبنى، وممكن امد هذا المقاس الاجمالي بتاع المبنى وابين بيه لحد اوصل معايا لحد حدود الارض لو كان انا في لوحه الموقع العام. لكن احنا دلوقتي في لوحه المسقط الافقي، فخلاص من لوحه الموقع العام المهندس عارف مكان المبنى موجود فين، وبالتالي خلاص بقى بنشتغل في الدور دلوقتي، فعايزين المقاس الاجمالي لحدود المبنى. طيب لو عندي حائط مائل، حائط المائل يبقى لازم المقاس الاجمالي له، عشان كتير مننا بيختار مشاريع فيها حوائط مائله، فلازم يبقى الخط هذا الخط الدايمنشن الخارجيه سواء كانت محاور او ابعاد اجماليه بيبقى موازيه للحيطه المائله. بعد كده انا باجي للبنا، فانا البنا بتاعي اللي هيبنيه سواء كان هيبني بالطوب او اي حاجه، اي ماده تشطيبات اخرى، فهو عايز يعرف اماكن الفتحات اللي موجوده فين. خلي بالك ان الثلاث خطوط اللي انا بتكلم عليهم دلوقتي عليهم رموز مختلفه عن بعض، فمقاس الفتحات عليه تيك اللي هي الشرطه المايله، بالنسبه للمحاور عليها نقط، الاجمالي عليه سهم. ليه؟ دي لغه انترناشونال انت بتتكلم بيها مع الناس اللي بتنفذ، فلو سمحت انت لازم تظبط الجهاز بتاعك سواء كنت بتشتغل على الاوتوكاد او بتشتغل على الريفت، لازم تجهز الجهاز بتاعك بالثلاثه انواع دايمنشن دول علشان تقدر تعبر لهم. لو انت عندك حاجه جوه المسقط الافقي وعايز تبين المحاور بتاعتها فين يبقى تستخدم النقط. لو انت عايز تبين مسافة ما بين نقطة ونقطة او حائط وحائط او حائط وفرش يبقى بتستخدم التك. لو انت عايز تقول انا عايز المقاس الاجمالي لهذا الفراغ زاوي كذا فقط يبقى هتستخدم السهم. فخلي بالك ان ده رموز لازم يتم الالتزام بيها. نخش بقى على المقاسات الداخلية، نلاقي عندنا مقاسين، مقاس صغير بيبين التفاصيل بتاعت الحيطة، ولو سمحت لو في عندك عمود بارز لا يعتبر انه تحط له خط دايمنشن، لان انت ما تعرفش مقاسه كام، انت كمعماري انت ما تعرفش مقاسه كام الا لما نعمل الشوب دروينج. خلاص ببقى عارف بقى ان المهندس الانشائي بيبقى صمم الرسومات وعارف مقاس العمود ده كام بالظبط، وقطاع الخرسانه مقاسه كام، او القطاع المعدني المستخدم ده مقاسه كام. فانا عندي في كل فراغ او في كل حيطه عليها مقاسين، مقاس التفاصيل اللي هي موجودة فيها بين قدامنا هنا 140 و140 يمين وشمال و120 في النص للفتحة، لمقاس الفتحة. وعندي مقاس تاني اللي هو إجمالي طول هذه الحائط. إجمالي طول هذه الحائط بنحسب منه، بيبقى محتاجه المهندس بتاع التنفيذ عشان يراجع على أبعاد عشان ينفذ أعمال المباني بتاعته، ده من جوه. وكمان الراجل بتاع الحصر بيبقى محتاجه عشان يعرف مقاس الحيطه كام ويقدر يحصر
اعمال البياض فيها واعمال النقاشه واعمال اطوال الوزارات، فبياخد الخط الاجمالي ويقيس من الوزارات والكرانيش. اما بالنسبه للتفاصيل فهي بتبين مكان الفتحه فين بالنسبه للحيطه. طبعا حضراتكم بتختاروا مشاريع كبيره، وبالتالي بتقابلكم مجموعه من الخطوط المتشابكه والكتيره. شطارتك كمهندس معماري بقى انك انت في البلان انك تصفيهم ويبقوا كلهم خطوط واضحه، ولو اشتبكوا مع بعض على الاقل انك تحرك مكان الدايمنشن نفسه، الكتاب بتاع الدايمنشن، بحيث انها ما يبقوش تبقى واضحه. فده بالنسبه للمقاسات اللي في اللوحه دي. بنستعرض النقاط التي يجب مراعاتها عند وضع خطوط الدايمنشن. اولا انت لازم تحدد بالظبط وحدات القياس، يعني انت تتعامل بالمتر ولا هتتعامل بالملي، وتثبت هذا الكلام على اجمالي المشروع، وتكتب هذه الملحوظه في الملاحظات ان انت هتتعامل بالمتر او هتتعامل بالملي او بالسنتي او بالبوصه او بالقدم حسب بقى ما انت هتشتغل. فانت لازم تبين ان وحدات القياس، ولازم تكون ثابته على كل اللوحه بقدر الامكان. ما تحطش بقى الدايمنشن عشوائي، يعني 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 لازم انت كمان تكون ممنهج طريقه الوضع بتاع خطوط الدايمنشن فين اقرب ما يمكن للحائط لو هي داخليه، وعلى مسافات متساويه من الحوائط الخارجيه، فانت تحطها بنظام بحيث ان انا لما ادور عليها. خلي بالك انت عايش مع المشروع، وانت انت اللي مصممه، فانت حافظه وعارف اماكن انت تحط الحاجه فين. لكن اللي بيقرا اللوحه مش انت، اللي بيقرا اللوحه ناس تانية اللي هو استعرضناهم في المجموعه الاولانيه. فانت لازم تبقى رسوماتك واضحه ومقروءه وممنهجه، يعني حاطط خط دايمنشن دايما لما اجي ادور على خط دايمنشن الاقيه جنب الحيطه، ما لاقوهوش بقى في نص فراغ، ما لاقوهوش في اي مكان اخر اقعد ادور عليه. ساعات كده معاكم بنبص اقول لك فين خط الدايمنشن، اقعد ادور عليه ما دام انا ما شفتوش، يبقى المهندس اللي موجود في الموقع مش هيشوفه، المهندس اللي بيستلم الاعمال مش هيشوفه، خلاص انتهينا، يبقى في عندك مشكله. فانت لازم تكون واضح وحاطط الكلام ده بطريقه ممنهجه ومش عشوائي. حاول بقدر الامكان ان خطوط الدايمنشن الداخليه تبقى مستمره بكامل طول المشروع، يعني تبقى خط الدايمنشن داخل من المشروع من الجنوب طالع من الشمال، داخل من الشرق طالع من الغرب بقدر الامكان. ما تحطهمش بقى عشوائيات بقى في المشروع عشان ايه بتلخبط الدنيا. حاول تفضي القلب بتاع اي فراغ من خطوط الدايمنشن علشان خاطر المكان ده محجوز عشان تكتب فيه اسم الفراغ وتحط الرمز بتاع التشطيبات اللي انت هتستخدمه. واذا كان في بيانات اخرى زي ما هنتكلم بعد كده لما نخش في الادفانسد وركينج دروينج، فانت محتاج انك تفضي القلب بتاع المشروع. خلي بالك ان انت بتخاطب الناس، خد بالك. فلما تحط الدايمنشن بتاع يعني نمره 3 اللي هي المقاسات لكل عناصر البناء، يعني انا عايز ابين مقاس عرض الباب، يبقى انا بخاطب مين؟ بخاطب النجار. انا ببين عرض الشباك، وبخاطب مين؟ بخاطب الراجل بتاع الالومنيوم. ملحوظه هنا، طبعا احنا خدنا الابواب في سنه ثالثه او في المستوى الثاني، وعارفين ان انا بسيب 2 سنتي 2 سنتي عشان خلوص، عشان اقدر الراجل يجي يركب حلق الباب. طيب ليه ما بنحطش الدايمنشن ده في البلان؟ ده سؤال جميل جدا، واخد بالك بعض الناس سالته وما حطوش، لكن بكتب ده في الملاحظه، بكتب ده في الملاحظات. في الشوب دروينج لا، احنا ببين الاثنين سنتي دول، لكن احنا مش في مجال الشوب دروينج دلوقتي، احنا بنرسم مسخه افقي تنفيذي. وبالتالي انا بكتب في خانه الملاحظات بعد ما كتبت وحدات القياس المستخدمه، بكتب كمان انه يراعى عند فتح الشباك ترك 2 سنتي 1 سنتي من كل جانب، بالنسبه للابواب ترك 1 سنتي من الجوانب و1 سنتي من اعلى، علما بان المقاسات دي مقاسه من مستوى التشطيب، فلازم الملاحظات دي يبقى خانه الملاحظات دي في غايه الاهميه انك تملاها. بعد كده انك انت لازم تبقى دقيق في 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 رسوماتك. ايه بقى كلمه دقه دي؟ طيب حضرتك بتغلطوا دايما غلطه مشهوره جدا، ان حضرتك بترسم الرسومات وبعدين تحط لها دايمنشن، وده غلط جدا، لان انت كده هتطلع اجزاء من السنتي
او اجزاء من الملي كمان نتيجه لانك انت رسمت الاول وبعد كده حطيت خطوط الدايمنشن بتاعتك. لا احنا بنبتدي العكس، انا بقول ان عندي المديول بتاعي من محور للمحور 3 متر 60، 4 متر، اي رقم انت محتاج الفراغ بتاعك ده. المحاور بتاعتك ارقام ثابته، حاول بقدر الامكان انه في حد ادنى انك تستخدم الاجزاء من السنتي، يعني ممكن تقول 3 متر 61 ونص، مش سعيدة، حاجة مش سعيدة ابدا. تخيل نفسك انت المهندس الموقع، تخيل نفسك واقف في الشمس، تخيل نفسك عايز توقع هذه المحاور والمهندس اللي قاعد في التكييف عامل لك رسمة فيها 3 متر 62 وربع، ايه دي؟ هينفذها ازاي؟ فمش هينفذها، وبالتالي بيبتدي يلخبط لك المشروع بتاعك، وتلاقي المشروع بتاعك باظ بسبب انك انت ما راعيتش النقطه دي. فحاول بقدر الامكان ان مقاسات المحاور بتاعتك تبقى مقاسات واضحه، ما فيهاش بقدر الامكان ما فيهاش كسور. طبعا انت خدتوا المديول وعارف المديول ال 120 وال 80 وال 90 وتستخدم ده امتى وتستخدم ده امتى، فلو حاول بقدر الامكان ان محاورك تبقى على هذا الكلام. ما يعني ما فيش حاجه اسمها معماري عشوائي او معماري بوهيمي، حضرتك بتحط لا تحط اي دايمنشن. خلي بالك ان انت ممكن تكون، مش لازم تكون انت اللي مصمم مشروع، ممكن انت تكون مهندس التنفيذ او مهندس المراجعه، انت اللي هتراجع. فلما هتلاقي قدامك ارقام مع كده تقول المهندس ده ما بيفهمش اللي عامل لي دايمنشن، فانت اوريدي بتسيب سمعتك وبتسيب انطباع جيد للناس ان اللي عامل الرسومات دي بيفهم. سهوله القراءه نمرة 5، سهوله القراءه يبقى لازم كل حاجه تبقى واضحه ومقاساتها كبيره، فلازم تتحكم البرنامج بتاعك سواء كنت هتشتغل اوتوكاد، طبعا الريفت بيظبط هذا الكلام تبقى لمقياس الرسم بتاع اللوحه او انت مظبطه عندك في التمبلت بتاعتك، لكن انت في جميع الاحوال لازم الكتابه تبقى مقروءه. طيب اعرف ازاي انها مقروءه؟ مبدئيا كده ان الحيطه ال 25 سنتي تقدر تستوعب جواها ان انا اكتب 0.25 جواها، خلاص. السلمه ال 0.3 اقدر اكتب جوه هذه السلمه 0.3، ده مقاس الكتابه السليمه اللي جوه البلان او بتاعه الدايمنشن ده تقريبا، خلاص. ما تنوعش بقى، يعني ما فيش بقى حاجه اسمها دايمنشن الفونت بتاعه كبير ودايمنشن الفونت بتاعه صغير، ما كده انت هتلخبط الدنيا. لا انت لازم تبقى ثابت سهلة القراءة. طيب اعرف منين ان هذه المقاسات الكتابة اللي انا هحطها والدايمنشن دي مقروءة وسهلة القراءة؟ بسيطة، اطبع الورقة بتاعتك دي بسكيل اللي انت هتطبع بيه اللوحة النهائية، اطبعها على A4 وحرك الورقة، حرك الورقة كأن في هواء. لو عرفت تقراها يبقى هو المقاس ده مظبوط، لو ما عرفتش تقراها يبقى المقاس ده مش مظبوط. باختصار ليه؟ لان المهندس الموقع فاتح اللوحه وواقف على السقف وفي هواء وفي شمس، مش قاعد في التكييف هو ماسك اللوحه ومدبسها، لا ده الورقه بتتحرك معاه. فانت لازم كمان انك انت تحط له الدايمنشن بتاعته والارقام او الكتابه عموما بحيث انه يقدر يقراها بسهوله. نمرة 6، مراعاة اتجاه الأبعاد. الاتجاه الأبعاد طبعا أفقيا بالنسبة لك، أو بتبص لها من الناحية اليمين من ناحية الجدول بتاع اللوحة تلاقي إن الكتاب، مفيش بقى حاجة اسمها الكتابة اللي بتلف ومرة على اليمين ومرة على الشمال ومرة من فوق ومرة من تحت وتقول لي أنا مش عارف أشتغل مع البرنامج والبرنامج هو اللي بيغلط. لا يا باشمهندس، أنت دي ده مكان الدايمنشن، وحتى لو حائط مائل نفس الكلام، موازية للحائط اللي هي عليها خط الدايمنشن نفسه. استمرارية الأبعاد اللي هي النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها، إن خط الدايمنشن بتاعك مكمل بقدر الإمكان. يعني بقدر الإمكان يعني شطارتك بقى في إنك أنت تختار الموقع بتاع خط الدايمنشن اللي هو مناسب اللي يعدي في كل الفراغات. لو لقيت إن خط الدايمنشن ده بيعدي جوه فراغ في نصه، وده انت عايز النص ده عشان تكتب فيه اسم الفراغ والرمز بتاع التشطيبات، فما لا خلاص يبقى خط الدايمنشن هنا يتقطع. يبقى مش ممنوع انك تقطع خط الدايمنشن، بس يفضل عشان انا بدور على الدايمنشن الاقيه على طول، فما خلاص ما عنديش مشكله. مراعاة عدم التشويش اللي هي النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها، انه ممكن جدا تلاقي الخط الفيرتيكال
الخط الافقي مع الخط الراسي الاثنين خطوط الدايمنشن بتاعتهم تلاقوا في نقطه، او انت عندك المنطقه بتاعت السلم عامل دواير بتاعت ارقام السلالم وعامل الخط بتاع الدايمنشن التوتال وخط الدايمنشن التفصيلي، وعايز تحط رمز التشطيبات، وعندك السهم وعندك التهشير وعندك خطوط الضوء. شطارتك بقى انك تدور على الاماكن السالكه عشان تحط الكلام ده من غير ما يحصل تشويش او تداخل ما بين الكلام ده كله. المسافات كمان ما بين خطوط نمره 9 اللي هي ترك المسافه من الزمن بين خطوط الابعاد. بلاقي كتير من الطلبه بيعمل مسافه كبيره جدا بين كل بعد والتاني سواء كان داخلي او خارجي، او يعمل مقاس صغير جدا، او مش كده وبس، لا ده المقاسات اللي بين الخط والخط مره ضيقه ومره واسعه. يعني انت عملت كده كل العشوائيات اللي في الدنيا. لا احنا عندنا الثلاث خطوط الخارجيين على مسافة واحدة من المبنى، وخط المحاور او الدوائر بتاعت المحاور كمان على نفس المسافة، بحيث ان وسايب مسافة مناسبة ولتكن مثلا انا هقول مثلا دلوقتي متر تستوعب الممر اللي هو حوالين المبنى، وبعد كده عندك الثلاث خطوط دايمنشن، وبعدين عندك نص متر كمان وبالتالي نحط الدوائر بقى، ما نلاقيش الدايرة بقى في اخر الدنيا. طيب الكلام ده لو انت عندك مشروع مستطيل سهل انك تظبطها. طب لو عندك مشروع فيه اجزاء مايله، حوائط مايله او فيه كيرفات، فمش هتعرف تنفس هذا الكلام بمنتهى السهوله اللي انا بتكلم فيها. فهنا شطارتك بقى كمهندس انك انت تختار المكان المناسب حتى لو الخطوط هتتلاقى عشان عدم التشويش، ويبقى كل حاجه واضحه بالنسبه. خلي بالك ان اللوحه دي هيتعامل معها ناس كتير قوي، وبناء عليها سمعتك هتتكون من اللوحة اللي انت بترسمها. انت مش بتعمل لوحة علشان خاطر تاخد عليها درجة، انت بتعمل سمعتك. فانت لازم تعود نفسك من دلوقتي لان اللوحة بتاعتك تبقى منظمة منسقة يعني مقروءة بسهولة واضحة لكل الناس، وبالتالي محدش هيغلط. تمام، نيجي بعد كده لنمرة 10، عدم تقاطع مواخر كتابات مع عناصر البناء. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه بقى، ما تحطليش خط دايمنشن جوه التهشير بتاع العمود. فيعني ايه؟ راعي انك انت تدور على المكان، ما حدش مجبرك على انك تحط الدايمنشن فين، ولا قلت لك على مسافه قد ايه من الحيطه، بس انت اختار المكان. يعني في اللوحه اللي قدامنا دي في خط دايمنشن هتلاقيه معدي هنا في الباب، وده مكان خاطئ. يعني المكان ده غير مناسب انه يتحط فيه خط دايمنشن. ده غلطه في اللوحه هي اللي قدامك دلوقتي حالا، هي اللي انت شايفها قدامك في غلطه موجوده، لانه خط الدايمنشن اللي موجود، وكمان في غلطه كمان انه مبين مقاس العمود. يعني في اللوحه اللي قدامك دي وارد جدا ان انا مثلا في الامتحان او انت تبقى انت المهندس اللي بيراجع اللوحات. فخلي بالك ان انت المهندسين اللي هيشتغلوا معاك، انت بعد سنه من التخرج هتبقى سينيور، انت مش هتفضل جونيور على طول. فانت بعد سنه من التخرج هيبقى في مهندسين صغيرين هيجيبوا لك لوح فيها الاخطاء دي. فانا قصد ان انا اسيب لك اخطاء في اللوحه علشان تعرف تدور عليها وتبقى ناقد معماري لهذه اللوحات. طيب المقاسات الداخليه اللي هي نمره 11، المقاسات الداخليه 2 في كل حائط، واحد منهم بيقيس منه الوزارات والكرانيش، والتاني بيبين الفتحات اللي موجوده فيه. تقول لي طب ولو عندي حائط مصمت؟ خلاص هيبقى فاضل واحد، لكن احنا بنقول على الاقل في كل فراغ 4 على الاقل. مفيش حيطه في الدنيا ملهاش مقاس خالص في المشروع بتاعك ايا كان المشروع، كبر وصغر. طيب هنا نيجي بقى نفكركم بحاجه كنا قلناها لكم زمان، دايما اشتغل شغل جمله. يعني ايه اشتغل شغل جمله؟ يعني انت دلوقتي بعد ما خلصت الرسومات وتأكدت ان كل حاجة موجودة في المشروع، ان اشتغل جملة. يعني انا هشتغل الدايمنشن الداخلية دلوقتي، فانا هخش على الدايمنشن الداخلية التفصيلية واخلصها كلها في كل البلان، وياريت كمان في كل المشروع، وبعدين اخش للخطوط الاجمالية، وبعدين طبعا انت كنت خلصت الخارجي من الاول، فانت مخلص المحاور من الاول والاجمالي من الاول، وبعدين تبتدي تخش على الداخلي تخلص
كله، وبعدين تخلص اسامي الفراغات كلها، تمشي على التشيك ليست هنتكلم عليها بعد شويه، لكن تمشي على التشيك ليست وتتاكد ان كل حاجه خلصت. لو انت اشتغلت في كل فراغ بقى بتحط جوه الدايمنشن وبعدين تكتب جواه وبعدين تحط جدول التشطيبات وبعدين تحط الابعاد وبعدين تحط اسم الباب، وهتلاقي بيضيع منك وقتك، وكمان بتتنسي حاجات واخطائك بتزيد. لما تيجي تحط الارقام بتاعت الابواب برضو نفس الكلام، خلص البيبان به واحد، خلصه كله في المشروع، وبعدين به اثنين، وبعدين به ثلاثة، اشتغل جملة دايما. لما تيجي تفرش الحمام افرش كل الحمامات بتاعت الدور، معاك البلوكات بتاعتك هتوفر لك، او جايب الفاميليز بتاعتك لو انت بتشتغل في الريفت، وبالتالي انت بتخلص وبتبقى عندك ثابته الحاجات، وبالتالي الاخطاء بتقل. تمام. نيجي على نمره 13، الميزات الخارجيه 3 على الاقل، 3 ممكن نزودهم طبعا طبقا للكتل وطبقا للكلام اللي احنا درسناه قبل كده. فاحنا عندنا الفتحات والمحاور والاجمالي، لكن ساعات بيبقى عندي المشروع مكون من كتلتين، عايز ابين مقاس كل كتله منهم قد ايه، وبالتالي ممكن يبقى 4 ممكن يكون 5 حسب بقى طبيعه المشروع بتاعك. طيب خطوط الدايمنشن الخارجيه، ودي انا بلاحظها كتير قوي في مشاريعكم او في مشاريع عموما، يعني ان الثلاث خطوط دايمنشن الخارجيين مش قد بعض. ليه؟ لان بتاع المحاور وصل للمحاور بس، طب والمسافه من المحور لحد اخر المبنى فين الدايمنشن ده؟ حضرتك مش عامله. يبقى خط الدايمنشن الثلاث خطوط دايمنشن خارجيين بنفس الطول او اجمالي الابعاد اللي موجوده في كل واحد فيهم متساويه تماما. خلاص يبقى دي 14 نقطه خلي بالك منهم دايما وانت بتحط الابعاد في اللوحه دي. تكبير لجزء من البلان، خلاص مبين لك فيه اماكن الخطوط فين واماكن العناصر الموجوده فين، وكل حاجه واضحه فيها شكلها عامل ازاي، بحيث انك انت تشوف شكل البلان بيبقى منظم ازاي، علشان تبقى شايف البرزنتيشن بتاعك يبقى عامل ازاي، وكل حاجه واضحه مبين كل نقطه، العناصر الانشائيه، اعمال الطوب، اماكن الفتحات، اماكن الرموز بتاعت الفتحات، اماكن الدايمنشن الداخليه، وكل واحده متفرطه عن الثانيه ومتشافه ومقاسها واضح طبقا لمقياس الرسم اللي انت هتشتغل عليه. طبعا الناس اللي هتشتغل على الريفت الكلام ده بيتظبط معاهم اوتوماتيك، لكن الناس اللي لسه بتشتغل على الاوتوكاد لازم انت تتاكد من وانت بتشتغل، لانك انت هتضيع وقتك، فلازم تتاكد من اول لحظه وانت بتشتغل ان كل حاجه هتبقى واضحه بالنسبه للي هيقرا اللوحه، لانك انت ممكن تبذل مجهود جامد جدا وانت قاعد بتعمل زوم على الشاشه. المهندس اللي في الموقع ما عندوش زوم، هو معاه لوحه مطبوعه ما بيشتغلش هو من لوحه بيقدر يعمل فيها زوم. فخلي بالك انت تبقى كل حاجه واضحه ومقروءه بحيث ان كل حاجه تبقى واضحه. ما زلنا بنتكلم في اللوحه دي على مكونات الرسومات التنفيذيه للمساقط الافقيه. بنراجع سمك الخطوط في الرسم، سمك الخطوط الموضوع مش هزار، يعني يا جماعه لازم تبين العناصر الانشائيه فين، التهشير بتاعها عامل ازاي، ايه القطع، الاماكن اللي انت قاطع فيها والاماكن اللي انت مش قاطع فيها، ايه الحاجات اللي انت شايفها تحتيك لكن شايفها تحت، فشايفها الليفيشن خطوط مستمره،
وايه الحاجات المستخبية وانت باصص لتحت، وايه الحاجات اللي موجودة في السقف وانت عايز تبينها في المسقط الافقي. كل خط من دول بيعبر عن حاجة معينة، ومقياس الرسم بتاعه بيعبر عن هذا الكلام، وبالتالي انت لازم تلتزم بسمك الخطوط في الرسم. برضو بص على اللوحة دي، شايف انت الحيطان واضحة ازاي؟ لو سمحت انا عايز المشروع اللي يطلع منك لازم يكون بهذا الوضوح، ولو سمحت الحجة بتاعت اسلوب الطبع. طيب احنا عندنا الستاندرد بتاعت مقاسات الخطوط، لو حضرتك هتروح تشتغل ان شاء الله، وده الهدف بتاعنا ان انا اروح اشتغل في مكتب انترناشونال، مش هشتغل مع الحاج فلان والمعلم فلان والاسطى فلان، تمام، ولا المهندس فلان، لا انا عايز اروح اشتغل في شركه انترناشونال عشان اقبض بالدولار. طيب هتروح تلاقي المكتب او الفيرم اللي انت هتروح تشتغل فيها عندهم تامبلت بيشتغلوا عليها، فمش مزاج حضرتك انك انت تشتغل تعمل الحيطان بيضة، او في المشروع التاني تعملها ماجنتا، وفي البشمهندسة بتحب قوي انها تعمل الحيطان سيمون او تعملها حيطان صفرة، مش بمزاجك. وبالتالي انت لازم تعود نفسك على انك تشتغل على الستاندردز العالمية، علشان ما تتفاجئش بانك انت رايح تعمل الانترفيو وبيختبروك وتبص تلاقي سمك الاقلام مختلف وموجود على الشاشة مختلف، وانت متلخبط وانت متعود انك بترسم البيبان حمراء وهم عندهم البيبان ماجنتا، فهتلاقي نفسك متلخبط وهتسقط في الامتحان وتقول هم سقطوني ليه، ده انا كويس وانا بحبش شاطر جدا في الكلام ده. فخلي بالك انك انت هنديها لكم الستاندردز بتاعت سمك الاقلام واسامي اللايرز كمان، لو انت بتشتغل في اوتوكاد منظمة المعمارية العالمية الـ AIA منزل لك مقاسات الخطوط ومقاسات الكتابة ومقاسات كل حاجة، الستاندردز اللي بيشتغل عليها العالم كله. فعليك لما تروح تشتغل في اي فيرم هتبص تلاقي انه الكلام ده عنده ستاندرد. فانت طبعا انت بتحب، انت من ساعة ما دخلت الكلية وتشتغل على الاوتوكاد وانت بترسم على مزاجك، ولا حد بيقول لك انت عامل الحيطة بيضة ولا صفرة ولا خضرة، انت عامل الخطوط الدشد باللون الازرق ولا بالاخضر ولا بالاحمر، ما حدش بيسألك ليه، لان احنا بنبص على ورق بس. لا، دلوقتي انت بتأهل نفسك لسوق العمل، وبالتالي لازم تبقى عارف انت رايح تخاطب مين وتخاطب الناس عالميا. لو لقوك بتعمل اي عك هيقول لك عكاك خلاص اوكي مش هتشتغل، هيشغلوك في البوفيه، لكن مش هتشتغل مع المهندسين اللي هتقعد ترسم. فخلي بالك من الحاجات الصغيره دي، وبعدين هتوفر لك وقت وهتعمل سمعتك. المحاور احنا عندنا يا جماعة في المحاور 4 انواع محاور، لو سمحتوا من فضلك في 4 انواع محاور، سواء بقى سمعت عنهم قبل كده ما سمعتش عنهم قبل كده. انا عندي محاور رئيسية بتعدي في العناصر الانشائية اللي هي الاعمدة والكمرات دي والميت، دي محاور رئيسية وبيطلع لها دوائر برة ولازم يكون ابعادها موجودة. انا ببعت للمهندس الانشائي هذه الابعاد والمحاور، المهندس الانشائي اول ما بتروح للوحة المعماري بيمسح منها حاجات كتير قوي ما تلزموش، لكن بيخلي لوحة المحاور والعناصر الانشائية اللي موجودة والحيطان، وبالتالي هو عايز يعرف مكان الحيطة فين. ما تقوليش انه هياخده من خط الدايمنشن الداخلي، ده هو اول حاجة بيقفل اللير بتاع الدايمنشن الداخلية تماما، لان هو مش عايز فتحات ولا عايز مقاسات اجمالية ولا عايز الكلام ده كله. فهو بيسيب المحاور عشان يعرف منها مكان العناصر الانشائية اللي حضرتك حاططها له فين، وعايز يعرف اماكن الكمرات اللي هي الاحمال بتاعتها تتحول الى concentrated loads لو هو زارع كاميرا او في الكاميرا في نص الاسبان ومش بين عناصر انشائية، وبالتالي دي محاور رئيسية. نمرة 2 محاور ثانوية، محاور الثانوية اللي هي بتعدي في عناصر انشائية لكن مش مؤثرة معايا في التصميم، فدي محاور ثانوية، ودي ممكن تطلع في اتجاه واحد فقط مش لازم من ناحيتين، يعني الدائرة بتاعتها او الرقم بتاع المحور اللي هي موجودة على ناحية واحدة فقط مش لازم على ناحيتين، لو عدت من ناحيتين خير وبركة، لكن سواء بقى كانت كاميرا مش واصلة بين عواميد او ميدا او البادي بتاع السلم او في حاجة هنا هتضطر تحط لها عنصر من عناصر الانشائية هتعمل قاعدة مخصوصة للنافورة، فالمحور بتاعها يطلع
من ناحية واحدة أو من ناحيتين سيان. النوع الثالث من المحاور اللي هي محاور فرعية بقى. المحاور الفرعية دي حضرتك بتبقى محتاجها انك تبين البارتيشنز مثلا بتاع دورات المية. فانت الراجل اللي هيجي راكب البارتيشنز بتاع دورات المية عايز يعرف المقاسات بين المحاور قد ايه، مش عايز يعرف الفراغ ما بين البارتيشن والتاني قد ايه، ما تهموش، لان هو جايب قطاع معين عايز يحط المحور عشان يحط القطاع بتاعه او يركب البارتيشن بتاعه في نص الحيطه ويدق المسمار هنا، مش عايز هو المسافه الفاضيه. المسافه الفاضيه لا تعنيه في شيء، لانه هيركب لوح رخام او يركب لوح ازاز او يركب لوح خشب او لوح كونتر او ايا كان البارتيشن ده معمول منه، طبقا للشركه اللي هتيجي، مره 4 سم مره 3 سم مره 5 سم مره 6 سم مره هيعمل جبسون بورد 10 سم. طيب في الحاله دي المقاس انت كمان ما تعرفوش، يعني انت ما تعرفوش. طب هو جاب قطاع سمكه 4 سم و2 من 10، يبقى مقاس النظيف اللي انت بتقوله له ده قد ايه؟ ما تعرفش. خلاص؟ فاحنا بنحط المحاور اللي هي الفرعيه دي عشان نبين هذه المحاور. المحاور دي ما بيطلعلهاش دايمنشن خارجيه. طيب نيجي على المحاور الاخيره بقى اللي هي محاور خاصه. ايه المحاور الخاصه؟ انت عندك نافوره، عندك كاونتر، هذا الكاونتر يعبر عن حمل وموقع. فانا عايز ابين اماكن النافوره دي فين، في هل هي في نص الفراغ بالظبط، في نص الباتيو او في نص الاتريوم بتاعك، ولا انت حاططها على جنب؟ طب على مسافه قد ايه؟ يبقى انا ببعت معلومه خاصه بالنافوره فقط، بمكان الكاونتر بس، بمكان حوض الزرع بس اللي موجود، او اي عنصر ثابت موجود في الموقع هيتسبب في احمال او هيؤثر على خطوط الحركه اللي موجوده في المشروع. فانا ببعت محور فرعي او محور خاص لهذا الموضوع فبحط له معه. خلي بالك بما اننا بتكلم على محاور، يبقى الابعاد اللي موجوده على هذه المحاور سواء كانت داخليه او خارجيه لو هي طالعه من المحاور تبقى نقط. يبقى ده بالنسبه للمحاور. نخش بعد كده على الاعمده. طبعا هنحكي حكايه الاعمده بعد شويه، وهنحكي اختيار مواقعها والكلام ده كله، بس انت اوريدي خدت ستراكشر وانت عارف النظم الانشائيه المختلفه بانواعها المختلفه، وهتختار النظام الانشائي اللي انت هتستخدمه في المبنى بتاعك. وعرفت ان الاعمده في بعض محددات لاختيارها، يعني مثلا ما يصحش ان العمود، احنا بنتكلم دلوقتي على الاعمده الخرسانه، ان العمود يخش جوه دوره الميه او يخش جوه المطبخ، لان في شبكه ميه هتمشي في الحيطان، فلو انت دخلته جوه يبقى عملت مشاكل عمل التركيب، وبعدين هيبوظ وضع الموبيليا الثابته في المطبخ او في الحمام. يعني هتلاقي عمود وعايز تركب بانيو، فالعمود ده طلع. وكمان المشكلة كمان حتى لو انت عامل حسابك في الديزاين على ان العمود داخل جوه الحمام، وانت عامل حسابك في الديزاين على كده، بس العمود ده مقاسه بيتغير دور عن دور. يعني انت لو بتبني فندق 10 ادوار، فمقاس العمود في الدور الاول غير مقاس العمود في الدور العاشر، وبالتالي بقى الحمامات بتاعتك مش نمطية. مش نمطية يعني المقاسات بتاعتها مختلفة، يعني المستخدم هيحس باختلاف ما بين الدور الاول والاخير، وكلهم طبعا هيطلبوا الدور الاخير ومحدش هيرضى يسكن في الدور الاول. فخلي بالك الموضوع النمطي ده انا بنتكلم عليه في عينه، لكن انت كمان لازم تنمط هذا الكلام. هركب المراية فين؟ في الحمام. وبالتالي دي اول نقطة، ان ما يخشش جوه العناصر اللي فيها مية. طيب ما يخشش كمان جوه الطرقات، الطرقة اللي موجودة عندك في المبنى بتاعك ما يصحش ان الاعمدة تخش جواها، لمحددات كتير. اولا تسهيل الحركة، الشكل الجمالي بتاع الطرقة، ضيف عليها بقى الوظيفة. يعني عارف في بعض المحددات في قانون وفي كود الحريق بيقول لك انا عايز طرقة عرضها 3 متر، او عايز طرقة عرضها على الاقل 120. فال 120 لما عدت طلع منها عمود طلعت بره الكود، فبقى الطرقة بتاعتك جميلة جدا وطلع منها حوض. ده غير بقى انها بقى شكلها قبيح جدا. نمرة ثلاثة، انه حضرتك لو سمحت ما تدخلش برضو الاعمدة في 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 في, في البير بتاع المصعد، او في الفراغ بتاع المصعد، المصعد او السلم. ليه؟ لانه هذا العمود
هيسبب ازمه للي بيصمم المصعد او الشركه اللي جايه تركب المصعد. وعشان كده غالبا المصعد بنعمله كور دايرين داير وما فيهوش اعمده. لكن لو انت حبيت انك تحط اعمده من فضلك ما تخشش جوه الكور بتاع المصعد ولا السلم، لان برضو نفس الكلام بالنسبه للسلم. اثناء التصميم او اثناء المراجعه او اثناء استصدار الرخصه، المهندس بتاع التراخيص بيبص على عرض السلم، ولو لقى العمود دخل جوه السلم بيقول لك لا انت مخالف للكود ويرجع لك اللوحه بتاعتك. يبقى ما يخشش جوه السلالم ولا يخش دورات الميه ولا يخش جوه الطرق. طيب اختيارك كمان ما يخشش جوه فراغين جنب بعض، يعني انت في اوضه منهم هتبقى معيوبه ان فيها عمود. يا سلام لو حطيت العمود في نص الحيطه بقى وطلعت منه 5 سم يمين في الاوضه اليمين و5 سم في الاوضه الشمال، يبقى انت اختيارك كمان لما كان العمود غير مناسب. يبقى دي نمره 4. نمره 5 بقى ان حضرتك ان العمود بتاعك لازم يكون متوجه ومراعي في الموضوع بتاع الزلازل. ايه موضوع الزلازل ده؟ يعني انت مش عارف الزلزال هيجي لك منين. هل الزلزال ده هيجي لك من الشمال ولا الجنوب في الاتجاه الشمالي الجنوبي، ولا هيجي لك من الشرق غرب، ولا هيجي لك من شمال شرقي جنوب غربي؟ ما انت مش عارف الزلزال جاي منين. وبالتالي الاعمده كلها ما ينفعش كلها في المشروع كله تبقى في اتجاه واحد، فلازم 50%، وانا بقول 50% تقريبا عشان بس ما حدش مخه يقفش يعني ويقول لك انا مش عارف انا لسه فاضل عمود في فرق عمود من لا. 50% تقريبا من المشروع من الاعمده في الاتجاه الطولي و50% في الاتجاه الارضي. ممكن تبقى 55 45 لكن ما تبقاش 90 10، ما تبقاش 80 20. فده اتجاه الاعمده ومقاساتها. دلوقتي في السكشن ان شاء الله هنتكلم في اختيار مقاس العمود. طبعا انت كمهندس معماري انت درست اعمده ودرست خرسانه وتقدر تحدد بالظبط الاحمال اللي موجوده وتقدر تحسب مقاس العمود هيبقى قد ايه في كل دور. لكن احنا هندي لك برنامج صغير كده بسيط تقدر تعرف بيه تقريبا مقاس العمود تقريبا مقاسه كام. ليه؟ لانه بناء على اختيار مقاسه او معرفه مقاسه تقريبا هتقدر تختار مكانه المناسب بالنسبه لك عشان ما يقفلش فتحه او ما ياثرش على الاستخدام بتاع المبنى بتاعك. فانت تبقى عارفه، يعني انت ما ترسمليش عواميد كلها مقاسها 25 في 40 والكود مثلا بيقول لك ان مقاس العواميد في الفلات سلاب لازم يبقى 30 سم، يبقى كده عندك 5 سم انت مش عامل حسابها وانت فاتح الباب جنب العمود وعامل حسابك ان الباب ده 90 سم. فلما العمود يبقى 30 لما يبقى 30 وانت رسمه 25 فالباب كله اتحرك 5 سم فما بلقتش مكان لانك تركب البر، فطلعت منك الفيلا اللي انت بتعملها الشكلها جميل دي طلعت انها معيوبه وان كل البابين بتاعتها والناس كلها كل ما تخش قاعده بتشتم في المهندس اللي عمل لك. وشوف حاجه بسيطه جدا انك انت بتبقى متخيل. طبعا مع الخبره احنا بنبقى عارفين هذا الكلام. خلي بالك برضو ان انت لازم بتكون بتخاطب المهندس الانشائي في اختيارك للاعمده. يعني ايه؟ يعني الاعمده بتاعت الدور الاخير اللي هي بنقول مقاسها مثلا 30 في 30 او 30 في 40 حسب الاحمال، يعني انا عايز الدور اللي تحتيه تزيد 5 سم، هل انت هتزود في كل دور 5 سم وانت نازل ولا هتزود كل دورين 10 سم؟ انت اللي بتختار القص، بنسميها القص، وفي لوحه هنتكلم عليها بعد كده. القص بتاع اسمه القص بتاع العامده ده، انت بتنزل كل دور 5 سم، يعني العمود اللي تحت بيكبر عن اللي فوقه 5 سم في كل دور وانت نازل. طب بيكبر في الاتجاه الطولي ولا في الاتجاه العرضي؟ فانت كمان كمهندس معماري انت لما درست خرسانه لازم يبقى عندك السنس ده، لانك انت في حدود لانك انت تعمل عمليه القص دي. فانت ممكن في دور تقرر انك تزود العرض بتاعه وفي دور تزود الطول بتاعه، فلازم تبقى عارف المسطحات تقريبا عامله ازاي وهتقص العمود ده شكله عامل ازاي. طبعا في بعض المباني الخاصه العمود كمان مقاسه بيتغير، وخصوصا كتير منكم بيختار مشاريع واحنا بنعمل مشاريع كبيره، فحضرتك بتختار مشروع فيه فريم. طيب احنا عارفين ان الفريم
رجله مقاسها صغير واكبر قطاع موجود فوق، ومع ذلك حضرتك بترسم البلان، بترسم البلان الفريم، كل الفريمات كلها زي بعض، وبترسم القطاع كله زي بعض، يبقى انت عندك زهايمر ونسيت انك انت درست النظم الانشائيه والفريمات بيبقى شكلها عامل ازاي. في واحد من الشطار اللي قاعدين بيسمعونا دلوقتي يقول لك لا 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 مش لازم الفريم ده، ممكن الفريم تبقى رجل الفريم ثابته. اه بس دي الحاله النادره، الحاله النادره عشان اقدر اشتغل بالفريم. انا عندي البيندنج مومنت دايجرام، اعلى منطقه في الفريم موجوده فين؟ موجوده عند الكورنر الفوقاني عند التقاء الكاميرا مع العمود، وبالتالي عشان كده القطاع بتاعه اكبر فوق سواء كان للداخل او للخارج. لكن لو انت مصمم يعني وعايز تعمل العمود كله مقاس واحد ممكن، بس كل ده ويست اوف ماني، ويست اوف ماني. شوفوا احنا بنتكلم على كل عمود وكل حاله بقدر الامكان. انا بس بفكرك هنا في اللوحه ان انا عندي موقع، تختار مكان العمود صح، مقاسه تقريبا مظبوط واتجاهه كمان مناسب. نخش بعد كده على الابعاد الداخليه، 4 في كل فراغ اتكلمنا عليها قبل كده. تمام؟ الابعاد الخارجيه 3 مينيموم. خلاص؟ طيب بعد كده هنخش على المناسيب. لو سمحتوا انا ما اعرفش مين اللي قال لكم او حد قال لكم، انا بحط المنسوب عند السلم فقط. شكرا. اعرف منه منسوب. وامتى كمان؟ لو اتغير المنسوب. ما انت عندك اوردر اسمه كوبي بيست، سواء بقى كان في الريفت او في ال او في الاوتوكاد، عندك كوبي بيست، ما احنا كلنا عارفين. فمش شطاره يعني ان انت تملالي البلان بتاعك حصبه هي وتملاها لي دوائر مناسيب وتقول لي لا اصل هم قالوا لي. انا مش عايز اعرف مين قاله لي، مين قال لك، انا مش عايز اعرف هذه المعلومه. انا بحط دايره المنسوب عند تغير المنسوب. طب نوضحها شويه. طيب انت لو حطيت مليت الفراغ كله بدوائر مناسيب معناها ايه؟ معناها انك بتقول للمقاول خلي بالك ان منسوب الاوضه دي 3.20 متر، والاوضه اللي جنبها 3.15 متر، والاوضه اللي جنبها 3.5 متر، والاوضه اللي بعدها 3.02 متر. خلاص هو فاهم كده؟ فهيبص على الاولانيه اللي هي 3.20 متر، والاوضه اللي جنبها 3.20 متر، والاوضه اللي جنبها 3.20 متر، فهيعمل مخه هيشتغل على النجلكتنج، فيقول لك خلاص انا عرفت انه 3.20 متر، ومش هيبص على باقي الفراغات. الله، ده في اوضه في الاخر انت مغير منسوبها، بس هو مش هيبص خلاص لان انت زهقته، بقى عنده الموضوع متكرر. وبالتالي انا لما بحط المعلومه لازم تكون واضحه والهدف منها ايه. واضح يا جماعه بالنسبه للمناسيب؟ عند تغير المنسوب، انا كاتب لك جنبها عند تغير المنسوب فقط. خد اسماء الفراغات. دلوقتي اسماء الفراغات احنا في عندنا اكتر من طريقه لتسميه الفراغات، كويس؟ يا اما تكتبها زي ما احنا بنكتبها هنا في مصر وفي اوفيس، اوضه نوم، صالون، غرفه طعام، مطبخ، وتسكت. وان كان هذا الكلام في المشاريع الكبرى ما بينفعش. ليه؟ لانه انا عندي اكتر من دورة مية، عندي دورة مية رجال ودورة مية حريم، في عندي مكتب المدير وعندي مكتب السكرتارية وعندي غرفة اجتماعات وكلها مكاتب ومكتب شؤون العاملين، كل دي مكاتب. فلما تكون انك تكتب مكتب فقط ما يعنيش حاجة بالنسبة لي، لان انا لما هنتكلم بعد شوية على جداول التشطيبات هتلاقي جداول التشطيبات بقت مركبة جدا في المشاريع الكبرى، لان التشطيب بتاع الارضيه بتاعت مكتب المدير ممكن يكون نوعين، يعني ممكن يكون موكيت مع باركيه، ممكن يكون رخام مع مع مع, مع خشب، فوارد. طب تكتبها ازاي بقى في الجدول الصغير ده؟ ثم ان الباركيه اللي في اوضه المدير مختلف عن باركيه برضو اللي موجود في مكتب نائب المدير، مختلف عن الباركيه اللي موجود في السكرتارية، من قط الشياكة والحلاوة والجمال والقوة والمتانة واللون وطريقة التركيب والمقاومة يعني لو انت عايز تعمل في طرقة بنعمل بورسلين مثلا او هنعمل رخام، فالطرقة دي بيمشي فيها كم واحد
والطرقه الثانيه دي بيمشي فيها كام واحد؟ الطرقه بتاعت الرئيس مجلس الاداره دي بيمشي فيها 10 تنفار، الطرقه الثانيه دي بيمشي فيها 200 موظف، يبقى اكيد الرخام نوعه مختلف. ولو انت حطيت نوعين الرخام زي بعض يبقى انت غلطان، وبالتالي هنا اسماء الفراغات هتتحول من الاسم البسيط الى كود. هتبتدي تكتب مكتب واحد، مكتب اتنين، مكتب تلاتة، لازم تسمي الفراغ بقى، او تسميه مكتب المدير، مكتب نائب المدير، مكتب السكرتارية، مكتب شؤون العاملين، يعني تسمي الفراغ. مفيش حاجة اسمها مكتب 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 اوفيس 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 دورة مية دورة مية دورة مية، لا، بنكتب كود. وساعات كمان الكود ده بيتحول معايا طبقا للستاندرد لارقام، فانا عندي 100 اوضة في الفندق، فالمئة اوضه دول كل اوضه ليها رقم علشان ابقى انا عارف. حتى في لما نيجي نسمي المسرح، يعني لما نيجي نرسم مسرح بعدين معانا مشروع مسرح، انا لازم كل كرسي على المسرح، كل كرسي موجود في المسرح ده يبقى له رقم اللي هو حضرتك بتحجزه بيه لما تخش تشتري تذكره. دي المهندس المعماري اللي حاطط الارقام دي ليه؟ لانه يعني نفرض ان المهندس، على فكره مقاسات الكراسي في السينما وفي المسرح مش قد بعض، عشان انتوا في بعض الناس كده متهيئ لها ان كل الكراسي مقاس واحد، لا هي مش مقاس واحد. ولو سمحتوا افتحوا تايم سيفر هتلاقوا المعادله بتاعت حسابات المقاسات بتاعت الكراسي، عشان كل كرسي يسمح بانك انت تشوف ما بين الروس اللي قدامك. فما ينفعش لو كل الكراسي زي بعض، ناس كتير قوي في السينما مش هتشوف. المهم مش ده موضوعنا دلوقتي. المهندس ده اللي بينفذ ركب الكرسي، اوكي، وانت بتشرف على التنفيذ لقيت فيه مسمار مش راكب، او الجلد بتاعه مقطوع، او الميكانيزم بتاعه ما بيفتحش، هتقول له، هتكتب له الريبورت تقول له ايه؟ هتقول له الكرسي رقم كام؟ هتقول له غرفة في الفندق اللي رقم كام اللي المراية بتاعتها مكسورة؟ ما هو مفيش مكتوب عليها في البلان قدامك روم، شكرا، بدرو. طب ما هو خلاص معرفش، مش هيعرف يوصل للأوضة، ولا هيعرف يوصل للكرسي، ولا هيعرف يوصل للسلمة المكسورة. يعني في سلمة وانت طالع، كل ده احنا بنسمي الفراغات جوه عنوان اسامي الفراغات. يعني اسم السلمة لما احنا بنكتبه ده، انا ما عنديش حاجة اسمها سلمة كل دور من 21 من 21 او 31، لا، انا عندي السلمة من 1 ل 100، علشان السلمة 98 مكسورة، السلمة 98 مش مجلية مظبوط، السلمة 88 الكاوتشة بتاعتها مفكوكة. يبقى حضرتك قدرت توصف بالظبط انهي كرسي وانهي فراغ اللي انت هتكتب تقرير. انت مش هتقعد طول عمرك ترسم، انت هتكتب تقرير بتخاطب بيها المقاول، وبتخاطب بيها المهندس المشرف، او المهندس المشرف هو اللي بيكتب تقرير اللي هو انت برضو هتكتب تقرير، وهتقول ان في عيب في الحته الفلانيه في انهي اوضه. نعدي بقى نلف الفندق ده عشان بقى ندور على الوزره المفكوكه بتاعتك دي، خلاص، او ان في بلاطه سيراميك مكسوره. يبقى هنا كل فراغ اسمه بكوده. نخش بعد كده على رموز الابواب. طيب نفس الكلام اللي كنا بنتكلمه على الفراغات هنتكلمه على الابواب. ب1 عندنا، بس الكلام ده لحد مستوى فيلا ماشي. ليه؟ لان انا ما عنديش غير مدخل واحد، ما عنديش غير اوضه النوم كلها زي بعض، الاب والام والاولاد كلهم يعني في مستوى ثقافي واجتماعي واحد، وبالتالي كل البيبان شبه بعض، كل دورات المياه شبه بعض، فباب دوره المياه ب3، اوكي، كويس، جميل. لكن لو في المبنى اداري ما هم مش زي بعض، بالرغم ان ده مكتب وده مكتب، لكن نوع الباب مختلف، بالرغم ان الاثنين مقاسهم 90، في واحد بيفتح لليمين وواحد بيفتح للشمال. هل الاثنين زي بعض في المقايسه؟ لا طبعا، ما يتحطوش زي الاثنين زي بعض، ده بيفتح يمين وده بيفتح شمال. ده الكالون بتاعه كالون عادي، وده الكالون بتاعه كالون الكتروني، والتالت كالونه بيفتح بالبصمه، والرابع كلهم نفس المقاس وكلهم نفس الشكل ونفس التصميم وكل حاجه، لكن نوع الكالون كمان اتغير، نوع المصد، نوع التحكم، لو الباب ده فتح بيضرب جهاز انذار عند بتاع الامن،
لكن لو الباب ده اتفتح مع ولا حد هيعبرك، يبقى كمان الخدمات والاكسسوارات بتاعت الباب بتخلي الكلام ده مختلف. نوع الدهان، باب 90 سنتي بيفتح بين مكتبين غير باب 90 سنتي بيفتح بين مكتب ودوره ميه. ليه؟ لان الباب ده معالج ضد الرطوبه وفي دهان، وجايز جدا يكون اللون اللي جوه غير اللون اللي بره. يبقى اذا كلمه به واحد دي لا تعني بالنسبه لنا شيء، كانت تنفعنا في مستوى فيلا ومستوى عماره واسكان شعبي واسكان اجتماعي بقى، لكن في المستوى المشاريع الكبرى لا، كل باب بيبقى له كود علشان اقدر اطلع مواصفه لهذا الباب فيها كل التفاصيل بالظبط بتاعت الابواب. طيب نخش بعد كده على السلم. الله ينور، هم التسع حاجات الجمال بتوعنا اللي احنا بنحكي عليهم وبنغني طول عمرنا من اول اسم السلم. بصوا بقى، انا بتجنن من بعض الحاجات كده وبحس كده انه انتوا مش حاسين انكم بترسموا لمين. انت عندك في الفندق او في المبنى الاداري او في المبنى التجاري اللي انت هتعمله اكتر من سلم. انت زي ما قلنا في الاول، انت بتخاطب مجموعه من الناس، واحد منهم المقاول، واحد منهم المشرف على التنفيذ، واحد اللي هيستلم، واحد اللي هيراجع، تمام؟ فالراجل اللي بيراجع لقى ان السلم ده مقاساته مش مظبوطه، هيقول لك انهي سلم مش مظبوطه، هيكتب لك في التقرير وهيرجع لك اللوح يقول لك السلالم غير مظبوطه، شكرا. وانت بقى موت نفسك على انهي سلم هو يقصد انهي سلم، وموت نفسك بقى في المشروع عشان تعرف السلم. لكن لو انت حطيت له السلم رقم واحد، سلم رقم اثنين، سلم المدير، سلم الخدمة، سلم السلم 14، هيروح كتب لك السلم 14 مع السلم بتاعته غير موافقة مع الكود بتاع الحريق او كود الهروب او قانون تنظيم البناء. خلاص، ايوه لازم تكتب اسم المشروع. فلو سمحت اسم المشروع اسم السلم، حتى لو سلم المدخل. لو انت عندك اكتر من سلم للمدخل وعندك في المبنى ده اكتر من مدخل، انت بتسمي المداخل. فانا عندي مدخل واحد، مدخل اثنين، مدخل ثلاثة، او عندي مدخل المدير، مدخل الموظفين، مدخل العاملين، مدخل المطافي، مدخل الجراج. يبقى نفس الكلام، السلم ده بيتسمى بنفس اسم بتاع المدخل اللي هو داخل منه. يبقى سلم المدخل الرئيسي، سلم مدخل المدير، مفيش حاجه اسمها سلم مدخل وسكتنا. فخلي بالك ان اسم السلم في غايه الاهميه. نمرة اتنين، الرسم. الرسم يا جماعة له أصول، وحضرتك بقالك 4 سنين بترسم سلالم، فحرام حرام انك ترسم سلم غلط. عيب قوي لما معيد او زميل ليك يطلع لك غلطة. طيب، هذه المحاضرات لطلبة المودرن اكاديمي، جميل. حضرتك بعد التخرج هتقابل مهندسين متخرجين من كليات اخرى، فلو انت ضعيف يبقى هيقول لك انت ما درستش، هتسيء لسمعة المكان اللي انت متخرج منه، يبقى انت ما تعلمتش. فانت يعني انت مش بتلعب بسمعتك انت بس، لا، ده انت بتلعب كمان بسمعة المكان اللي انت متخرج منه. وهتلاقي الناس بقى تتعامل معاك على هذا المنطلق، انك ما بتعرفش ترسم. يعني انت قعدت 4 سنين ترسم سلالة من اول ما دخلت القسم لحد ما تتخرج، وفي الاخر خالص مش عارف ترسم سلم، ان السلم ناقصه معلومات؟ لا، احنا دلوقتي بنتكلم في الرسم. فلو سمحت، غير مسموح اطلاقا بانك انت تغلط في رسم السلم. ضيف على كده بقى ان انت لو بتعرف ترسم السلم كويس، ممكن تلاقي زمايلك الاخرين اللي بيشتغلوا معاك في نفس الشغل عندهم اخطاء في رسم السلم، فتبقى انت البيج بوس اللي بيطلع لهم اخطاء، تبقى انت المراجع اللي عليهم، فتبقى انت الفرخه بكشك بقى بتاعتهم، وتبقى انت المدير بتاعهم. طيب، خط القطع نفس الكلام، 9 معلومات يا جماعه لازم يكونوا موجودين على كل سلم، من اول الرسم، خط القطع، الاتجاه بتاع الصعود، ارقام الدرج، وزي ما قلنا من 1 ل 100، البادي، النقطه بتاعت البادي واتجاه الحركه اللي انت هتتحرك له، البادي شكله عامل ازاي، وبعدين الابعاد الداخليه سواء كانت تفصيليه او اجماليه، وبعدين المناسيب، وبعدين التشطيبات. 9 معلومات لازم يكونوا موجودين على كل سلم عندك في المشروع.
وزي ما اتفقنا من شويه، انا بحب الصحاب اكرر كلام انا قلته قبل كده، لكن اشتغل جمله لما تخش على السلم خلصه، خلص السلالم كلها عشان يبقى انت السلالم خلصت. يبقى لما نعدي على التشيك ليست بقى ونتاكد ان السلم بتاعنا مظبوط، يبقى ايه التشيك ليست بتاعنا مظبوط. في اللوحه دي هنتكلم على الاعمده. طبعا اللي مرسوم قدامكم اشكال الاعمده، سواء بقى كان عمود دايره او مستطيل او مربع او مركب من اكتر من شكل، فانت عندك مجموعه من الاعمده. طبعا انت فاهم كويس قوي يا باشمهندس المعماري ان جوه هذه الاعمده في اسياخ حديد، وشكل الكنات اللي بتشتغل جوه واللي بتربط الحديد ده ببعضه وبتدي تقويه للعمود. طيب العمود ده لازم يتربط على الاقل بمحورين، واحد افقي واحد راسي، او واحد مايل على 45 درجه او 30 او اي رقم. خلي بالك برضو ان الارقام زي ما كنا بنتكلم في الدايمنشن، حتى لو كان عندك ابعاد ما ينفعش بقى زاويه 32 وربع، فخلي بالك بقى انه الراجل معاه تدوليت وحضرتك مسكت التدوليت ومسكت ميزان القامه وعارف حتى لو بيشتغل بتوتال ستيشن، انا مش عايز بقى ارقام هلاميه. فانت خلي بالك ان انت وانت بتحط العمود انه زوايا المحاور بتاعته والمسافات بتاعتها تبقى ارقام واضحه ومقروءه، تمام، وتتوافق كمان مع شكل العمود. فاحنا عندنا المحاور بقى، الكلام اللي كنا بنقوله من شويه هنكرره اهو تاني، المحاور الرئيسيه وترتبط بالاعمده وقواعد الاساسيه. شكرا. عدينا المحاور الرئيسيه. نمره اتنين المحاور الثانويه، وهي بتربط العناصر الانشائيه اللي انا كاتبها هنا، اللي هي العوائط والكمرات والميد، لانها بتمثل حمل للمهندس الانشائي عشان يبقى عارف مكانها فين، ولا يشترط لها محاور كامله في الاتجاهين. اوكي. نمره ثلاثه للمحاور الفرعيه وتطبق القواطع الداخليه اللي قلنا عليها البارتيشن. انا بفكرك هنا عشان الكلام اللي احنا قلناه من شويه اهو بنقوله تاني. اربعه محاور خاصه اللي هي بتحدد بقى مكان نافوره، قواعد، مكنه، المكنه بتاعت الاسانسير عايز اعرف مكانها فين. خلاص. ودي محاور في منتصفها بس، ودي خط الدايمنشن بيبقى ايه عباره عن نقط. نخش على اللوحه اللي بعدها. طيب اساليب تحميل السقف. دلوقتي انا عندي اوضه مربعه، هذه الاوضه المربعه هحط العواميد فين واتجاهاتها ايه؟ المثل اللي هو على اليمين فوق ده، تحط الاعمده فين في الاوضه المربعه؟ سهله زي في الاربع جناب. هل دي الطريقه الوحيده لوضع الاعمده في اوضه مربعه؟ شوف انا بنبسط الامور قوي. طب نصعب الامور شويه ونخلي الاوضه دي جنبها طرقه، يبقى بنتكلم في اللي جنبها. لو جنبها طرقه هتحط العواميد هتخش جوه الطرقه ولا تخلي العواميد وتخلي الباقي كانتليفر؟ طب لو عندك من الاوضه دي جنبها محور طرقتين يمينها وشمالها، زي مثلا في المستشفى العياده الخارجيه ده المدخل بتاع الدكاتره، الناحية التانية المدخل بتاع المرضى، ففي عندك طرقتين والأوضة، هل تحط الأعمدة بره ولا تحطها جوه؟ أنا بقول لأ، ولا، لأنه مفيش حاجة اسمها صح وحاجة اسمها غلط، مفيش حاجة اسمها صح، دي وجهة نظرك أنت، تمام؟ طيب، هل الفراغ المربع ده هل ممكن تحط الأرض معلوش ولا عمود وتحط الأربع عواميد بره؟ ها؟ هحاول ارسم لكم هنا، يعني هنا كده، شوف الرسمه اللي هنا دي، هنا تمام، فشكلها عامل ازاي. فخلي بالك ان انت 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 تبسط الامور. طيب انت عشان تشتغل وتحدد بقى اماكن العواميد، لو سمحتوا بصوا على القصه دي، معلش قبل ما نقلب الصفحه، بص هنا تحميل الكاميرا اهي، بص الكاميرا اهي فيها طرقه وفي عندي عمودين وبعدين سبان وبعدين عمودين تانيين. جميل. هنا لا عمودين او تحتيها، لا على الشمال الجزء اللي على الشمال، هنا عندي كامرتين او عمودين وفي اتنين كانتليفر شايلين البلاطه. هنا اللي تحتيها بقى في عندنا عمودين على اليمين والشمال
والاحمال بتاعت الكمر concentrated loads. هنا بقى محتاج محور ثانوي بقى محور رئيسي. تمام؟ ماشي؟ بصوا على اللوحه دي كده وانت بتحط العمود. انت بتعمل ايه بقى؟ خش على اللوحه اللي بعدها. انت عندك مشروع. المحاور والمباني كويس؟ انا يعني مثال خلاص. انت عندك مبنى مقاسه 20 متر في 20 متر، هتحط 4 عواميد بس ولا تحط 6 ولا تحط 8؟ ده قرارك، لانك انت كل ما بتكتر عدد الاعمده كل ما بتقلل التكلفه. خلي بالك مش بتزود التكلفه، لان العمود اللي بيشيل احمال اكبر فالموضوع الاقتصادي بيبقى موجود. ده غير محدد التصميم، يعني كمان ما ينفعش تكون بتعمل مسرح وسينما وتحط لي عواميد في كل حته، تقفل لي البوابات والمداخل، فهي هتحطه في الدوائر الخارجيه ولا هتحطه في القلب؟ طيب التلات مباني اللي على الشمال اللي هم فوق دول جواهم باسيو، هتحط الاعمده فين؟ على الواجهه الخارجيه وحوالين الباسيو وعلى انهي مديول؟ فخلي بالك يا باشمهندس وانت بتختار اماكن العواميد لازم انت تكون فاهم انشائي. عرفت انت خدت انشائي، انت خدت انشائي وخدت كونكريت وخرسانه وخدت استراكشر، عشان كده عشان انت كمهندس معماري انت اللي مسؤول انك انت تختار مواقع الاعمده. مواقع الاعمده دي مسؤوليتك. هل السلم بتاعك لازم تكون عارف السلم ده هيتحمل ازاي؟ اول واحد بيعمل لك سمعه، مش انت بتدور على السمعه بقى وبتدور على النجاح في الحياه؟ اول واحد هو المهندس الانشائي، لانه لو وثق فيك انك فاهم بتريحه، وبعدين لما يجي له عميل يقول له انا عايز اصمم عماره هيجي لك على طول. لو انت بتشتغل مع مهندس انشائي انت اللي بتدي له الشغل وهو ما بيديلكش، يبقى افهم من كده على طول ان لوحك مش عاجباه. هو مش هيقول لك بس انت لازم تفهم كده. خلي بالك انت لما بتبقى فاهم انشائي وتختار اماكن عناصر انشائيه مظبوط، تمام؟ دي جزء. الجزء الثاني كمان وانت بتختار مواقع الاعمده، انه ساعات المهندس الانشائي بيبقى ضعيف، بيبقى معلوماته اقل منك، ما عندوش الطموح والاحلام بتاعتك، ما اتفرجش على المباني العصريه الحديثه اللي انت مهتم قوي انك انت تتعلمها او تتفرج عليها او منبهر بيها، لانك انت طالب عمارة. هو بيبقى بيشتغل في الساينس اكتر، بيدرس معادلات اكتر، بيشتغل على السوفت ويرز اللي هو بيشتغل عليها اكتر، فما بيهتمش بالنواحي الجماليه. فتيجي حضرتك تعمل له حته فيها كانتليفر فيقول لك لا ما ينفعش، تقوم انت بسذاجه شديده قوي تقول له والله طب انت عايز ايه؟ عايز عمود هنا، تروح حاطط طول.
طب ليه؟ ده احنا بنقعد نتخانق مع المهندس الانشائي علشان يشيل عمود. لا انا مش عايز العمود ده. وتقدر تحلها بالطريقه الفلانيه وتجيب له صور وتجيب له بلانات وتقول انا عايز زي دي. خلاص يقول لك انت تقصد دي واخد بالك؟ لو انت عارف بقى الكتاب بتاع سامي حسيد بتاعهم مش عارف اسمه ايه تقول له لا في صفحه كذا عندك انا ممكن احمل بلاطه على عمود واحد. هنشوف بعد كده في السلايد اللي بعديه. دي امثله لبعض المباني ان انت بتختار المحاور. شوف بقى بتحط المحاور ازاي. انت عندك اكتر من طريقه، يا اما ان هي تبقى شبكه فيرتيكال وهوريزونتال وهي دي اللي عليها العواميد. انت رابط كل عمود. على فكره التلات مباني دول مختلفين عن بعض. بص على المحاور عشان تبقى عارف الفكره عامله ازاي. انت ممكن تعمل شبكه افقيه وراسيه وهي اللي عليها العواميد. شطارتك بقى كمهندس معماري انك تبقى شغال على مديول. ما فيش حاجه اسمها فن من غير مديول في العماره. انت في الاخر خلص العماره مرتبطه بالفن. الفن فن زي ما انت عايز، بس لازم يبقى مرتبط بالمديول. يعني ما ينفعش عمود على مسافه 2 3 سم ولا 5 سم من المحور. يعني ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. دي مش هندسه، دي خلاص انت تقعد تعمل بقى تماثيل ونحطها في الميادين بقى، تعمل تماثيل لكن مش هنبنيها. دي ما تتبنيش، لان انت عندك كاميرا، الكاميرا دي عليها احمال والاحمال دي لازم تتحول الى بلاطه بتروح للكاميرا والكاميرا بتروح للعمود والعمود يوديها للاساسات. فلو انت عاكك الدنيا عك الدنيا زي ما انت عايز، خلاص هيطلع مع مشاريع يا اما غاليه قوي يا اما غير اقتصاديه يا اما صعبه التنفيذ يا اما مليانه اخطاء بسبب انك انت مختار مواقع. فدلوقتي يا اما الاعمده تبقى على محاور ماشيه مع ميل المبنى نفسه او على شبكه راسيه وافقيه وهي دي اللي عليها الاعمده بتاعتك حسب بقى المشروع والمديول اللي انت مصممه. وبتختار بقى مواقع الاعمده يحقق الشروط اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. نشوف السلايد اللي بقى. دي برضو بعض اشكال الاعمده وربطها مع المحاور. كويس؟ فانت عندك اشكال محاور وطالعه منها حيطان، تحط المحور بتاعك فين؟ طبعا احسن مكان في الدنيا انك تحط المحور في مركز ثقل العمود او في منتصفه تماما عشان الاحمال تنزل عليه بالتساوي. تقول لي بس؟ لا، ما انت ممكن كمان توديها على اليمين، بس خلي بالك انت درست ستراكشر. لو العمود جه عليه عمود من ناحيه واحده هيحصل فيه ديفليكشن وهيحصل فيه مومنت وهيتخلق فيه فورسز هيعالجها المهندس الانشائي بانه يزود حديد التسليح في هذا العمود. فيزود حديد التسليح يبقى المشروع بتاعك بيغلى، مش معناها انه غلط. احنا ما عندناش على فكره حاجه في العماره نهائيا اسمها غلط. مفيش غلط. احنا ما عندناش حاجه اسمها غلط، احنا في حاجه عندنا افضل واوحش واسوأ. يعني خلي بالك. ها دي بعض امثله لشكل اعمده.